الكثير يلجأ لعمليات الشد والنحت لأكثر المناطق المزعجة في الجسم، ولكن بعد هذه العملية حنتكلم عن مصير الجلد المزال وأيضا الدهون المزالة وكيف ممكن نستفيد من هذه الدهون سواء كانت في إعادة حقنها أو حتى في استخدامات أخرى. كل هذه الأسرار راح يكلمها عنها بتفاصيل أكثر الدكتور عبد المحسن لزام، استشاري جراحة التجميل. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا. شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور. قبل أن ندخل في التفاصيل خلينا نتكلم بشكل سريع عن أنواع الشد. عندما نتحدث عن الشد هناك أنواع. بشكل عام هناك الشد الجراحي والشد الغير جراحي. الشد الجراحي ببساطة هو إزالة الجلد الزائد جراحيا، الأمر الذي يؤدي إلى وجود أثر جراحي. الشد الغير جراحي هناك أنواع كثيرة، ولكن أهمها نقول الشد باستخدام الأجهزة. وهناك أجهزة توضع على سطح الجلد وأجهزة أخرى تعمل لها فتحات بسيطة تمرر من تحت الجلد. اللي لابد أن نعرفه والمشاهد الكريم يعرفه أنه هذه الأجهزة ليست بديلة للشد الجراحي، بل هناك فارق كبير ما بين الجراحة وما بين الشد من الأجهزة المستخدمة. طبعا مهم أنه المشاهد الكريم يعرف اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو استمرارية نتائج الشد وش أهميتها. أهميتها على جزئين، للمريض وللطبيب. المريض من حقه أنه يعرف نتائج هذه العمليات وكذلك استخدام الأجهزة، هل هي تستمر أيام أشهر أم سنوات أم مدى الحياة. الطبيب من المهم أنه يشرح للمراجع أو المراجعة جميع هذه الأمور والتفاصيل، لأنه وجدت دراسات بأنه المرضى اللي شرح لهم هذه العمليات وعرفوا نتائج العمليات وتوقعوها بشكل كبير ونوقشت من ناحية المضاعفات وغيرها، رضاهم عن نتائج العمليات أعلى من غيرهم لديهم ضبابية من نتائج العمليات. هذا شيء مهم. الشيء الآخر، وجدنا أنه أكثر الشكاوى اللي تظهر من المريض على الطبيب أنه سوء أو خلينا نقول ضعف التواصل ما بين الطبيب والمريض. لذلك من الأمور المهمة هي معرفة نتائج هذه عملية الشد وتكون واضحة للمريض. يعني هذه مسؤولية الطبيب نفسه دكتور، ما أدري إذا تتفق معي أو لا، أنه هو يعطي للمراجع أو المريض كل هذه المعلومات ويعطي كل الخيارات ويترك له خلنا نقول القرار النهائي. لكن اللي ودنا نعرفه متى نستخدم الأجهزة اللي زي ما تفضلت اللي يعمل لها فتحات وتدخل تحت الجسم أو تحت الجلد، والأجهزة اللي سطحية تكون سواء كانت في الوجه أو الجسم أو أيا كان. ممتاز، سؤال جدا ممتاز. هو دائما هنا يأتي تقييم الطبيب. تقييم الطبيب يفرق من أو يختلف من مراجعة عن أخرى. نعم. لأن خلنا أعطيكم مثال أفضل عشان الصورة تصير أوضح. لو أخذنا مريضة لديها ترهلات شديدة، فبالتالي الحل الأوحد هو الشد الجراحي. استخدام الأجهزة لن يفيد أبدا. بالنقيض، مراجعة لديها ترهل بسيط جدا لا يكاد يذكر، غالبا نقول للمراجع صلح رياضة ويشد الجلد بشكل جميل. في مجموعة من المراجعات يكون لديهم تراكمات دهنية وجلد مرونته خلينا نقول متوسطة نوعا ما. هنا يأتي النقاش مع المراجع أو المراجعة. تأتي مراجعة كلهم بنفس المواصفات، مراجعتين، الأولى همها الأكبر فرضا الذراعين فيها دهون وفيها ترهل متوسط، همها الأكبر أنه يصغر حجم الذراع حتى وإن تبقى بعد الشفط ترهل لا بأس فيه بسيط تتقبل هذا الشيء. هذه المراجعة غالبا استخدام الأجهزة فتح فتحات بسيطة وتجنب الأثر الجراحي الطويل قد يكون مناسب لها. نعم. المراجعة الأخرى نفس المواصفات ونفس الإشكالية ولكن توقعاتها مختلفة، لا ترغب بوجود أي جلد نهائي. صح. فغالبا المراجعة هذه نلجأ إلى الجراحة. قد يعني تذكر المراجعة هذه تقول والله ما أبغى أنا أثر جراحي، فبالتالي لا تريد أثر جراحي ولا تريد جلد مترهل، غالبا نقول لها الجي إلى الرياضة، لأن جميع الخيارات غير مطروحة للمراجعة. تمام
طيب خلينا نتكلم عن بعض العوامل وأيضا التأثيرات اللي ممكن تأثر على شكل الشد، شد الجسم أو حتى النحت. هل في بعض العوامل ممكن ما نستفيد، فبالتالي بعد ما نكون سوينا العملية ما نستفيد من العملية بسبب هذه التأثيرات الخارجية؟ صحيح. خلينا نقسم العوامل إلى عوامل تخص المريض وعوامل تخص الطبيب وعوامل أخرى. ما يخص المريض، دائما بعد عمليات الشد في عامل كبير مهم للمريض اللي هي جينات المريضة تختلف من مراجعة أخرى. كذلك اللايف ستايل للمراجعة اللي تمت لها العملية، إذا ما حافظت المراجعة على الرياضة وعلى محافظة على الوزن وعدم التذبذب بشكل كبير. إيش تقصد بكبير؟ أيوة صح. 5 كيلو 10 كيلو. صحيح، ولا توجد إجابة علمية. التذبذب يعني خلينا نقول بشكل عام نقول كيلوين ثلاثة بالغالب لا تؤثر. ولكن عندما نتحدث عن تذبذب كبير يعني خلينا نقول 8-10 كيلو، ولكن هذه الإجابة ليست علمية. التذبذب بشكل واضح الأمر الذي يؤدي إلى تمدد الجلد. وجود حمل، إذا لم يجد حمل بعد عمليات مثلا شد الصدر أو البطن، هذه العوامل إذا لم توجد غالبا المراجعة تحافظ على نتائج العملية. الطبيب له دور في بعض العمليات، التكنيك أو طريقة الجراح في عمل العملية، هناك عدة طرق، في طرق تعطي نتائج تستمر أطول. والعوامل الأخرى هذه التي لا مفر منها اللي عامل العمر وعامل الجاذبية. كيف عامل الجاذبية؟ الجاذبية فرضا لو قارنا البطن بالصدر، البطن عبارة عن جزء البطن مسطح ولاصق بعضلات البطن. بعد عملية الشد تأثير الجاذبية ليس بكثير على عشان كذا عمليات البطن، شد البطن إذا حافظت المراجعة على وزنها وما كان في حمل غالبا تستمر مدى الحياة كنتائج. أما الصدر فلا. ليش؟ لأن الصدر يتأثر بالجاذبية أكثر، فغالبا عمليات الصدر شد الصدر يعني ما تستمر لمدة أكثر من 5 إلى 10 سنوات، سواء كانت تحت العضلة أو فوق العضلة. هذه بحالة الحشوة، الحشوة طبعا ما لها علاقة. الحشوة هذه في عمليات تكبير الصدر. ولكن الحشوة الناس اللي عندهم ترهل، حشوة الصدر عبارة عن وزن وتؤثر من العوامل التي قد تسرع عملية الترهل. ولكن أحيانا نحتاج إلى هذه الحشوات لأنه لإعطائنا أفضل النتائج نحتاج إلى تشكيل الصدر باستخدام حشوة السيليكون. نعم. دكتور عبد المحسن، أنا ودي ننتقل إلى جزئية يعني شوي مختلفة بالشد، لكن للناس اللي مسوين تكميم، جاك شخص مسوي تكميم نازل أكثر من 30-40 كيلو عنده ترهل شديد، بالعادة هي عملية واحدة تشد كل الجسم ولا تقسمونها؟ يعني ودي أعرف، لأن اللي أنا أعرفه ومن خبرتي المتواضعة في هذا المجال أو اللي أسمع من الأطباء يقولك أنا ما أقدر أسوي غير منطقتين مثلا في عملية واحدة، أنه جسم الإنسان لا يتحمل. فاللي مسوين تكميم بالعادة شلون تتعاملون معهم؟ طبعا السؤال جميل أو يطرح كثير. الأصل والقاعدة العامة لهذا النوع من العمليات لمن فقد أوزان كبيرة ولديهم ترهلات في مناطق عدة هي تجزئتها على مراحل. البعض يحتاج إلى عمليتين، البعض 3، البعض 4 عمليات. المحدد لهذا الشيء ليس خلنا نقول رغبة الطبيب. نعم خبرة الطبيب لها دور، وخلنا نقول سرعته بالعملية وخبرته بإجراء العدد الكبير من العمليات يساعد الطبيب أحيانا، أنه إحنا عندنا عدد ساعات معينة تقريبية ما نتعداها كثير، لأنه وجود المريض تحت التخدير فترة ساعات طويلة. كم ساعة تقريبا دكتور؟ هو شوفي لما بشكل عام التخدير للجراحات مختلفة، الترميم مختلف عن التجميل. نعم. يعني في بعض الجراحات اللي فيها ترميمية وضرورية لا مانع من الجلوس ساعات عدة. نعم بعض العمليات مثل جراحة الأعصاب، حتى بجراحة التجميل الترميمية نجلس ممكن 9-10 ساعات 12 ساعة. نعم. لكن عندما نتحدث عن التجميل فهي عمليات خلينا نقول تكميلية تحسينية لنا حدود، ما نبغى نخاطر بالمريضة بهذا الشيء. فبالتالي بالغالب ما نحب نتعدى يعني 6 ساعات، تجاوز إلى 7 ساعات. لكنه نفس الشيء، لا توجد إجابة علمية كم ساعة بالضبط يجب أن لا نتجاوزها. نعم. ولكن الجواب الفعلي أنه لابد من تقسيم هذه العمليات على مراحل. الجلد الزائد المزال وين يروح؟
نقدر نستفيد منه بشكل أو بآخر أو لا؟ حالياً الإنسان سبحان الله له حرمته. ولقد كرمنا بني آدم. هناك لائحة صادرة من وزارة الصحة بكيفية طريقة التعامل مع أجزاء الجسم أو الأنسجة، ومن ضمنها الجلد اللي بعد ما نصلح عمليات الشد. وهذه اللائحة تطبق في جميع المستشفيات ولله الحمد، وموجودة في جميع المستشفيات. هذه الأجزاء والجلد الزائد يؤخذ ويضع في كيس بلاستيكي مخصص لهذه الأنسجة، تؤخذ من غرفة العمليات وتضع في مكان مخصص في المستشفى. بعدها تعامل هذه الأنسجة بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، وغالبا ما تدفن. هذا تصريح، أنا أول مرة في حياتي أعرف هذه المعلومة دكتور عبد المحسن، يعني فعلا معلومة جدا مهمة ويمكن ما انطرحت كثير، فشكرا، شكرا جزيلا على هالمعلومة. طيب الآن نتكلم عن تكرار العمليات دكتور، يعني عملت عملية وهي بنت، تزوجت، حملت، ولدت وإلى آخره. كأطباء أو من وجهة نظرك الطبية، كم سنة يعني بين العملية والثانية، وهي واحدة والله تهتم بشكلها وتهتم بجسمها وتبغى أن يكون جسمها في أفضل شكل ممكن، فكيف تنصح السيدات اللي يعني هذا اللايف ستايل حقهم أو هذا يعني تقصدين على نفس الجزء بالجسم؟ على نفس الجزء، يعني مثلا البطن، الصدر اللي هو يترهل ويسمن وينحف كثير. صحيح. خصوصا مع الولادة والحمل. ممتاز. وهذا هنا يأتي دور الاستمرارية النتائج. سبحان الله مناطق الجسم تختلف من ناحية استمرارية النتائج. خلنا نأخذ مثال، مثلا شفط الدهون إذا ما حافظت المراجعة والمريضة على وزنها تستمر هذه المنطقة المشفوطة لا ترجع إليها الدهون. هناك فكرة خاطئة عند البعض أن إذا شفطنا مكان مباشرة تطلع دهون في مناطق أخرى، وهذا الكلام غير صحيح. إذا شفطت الدهون في مكان حافظت المراجعة على وزنها ما تطلع أي دهون ثانية، لا في المناطق الأخرى ولا المنطقة المشفوطة. ولكن إذا زاد وزنها بشكل كبير، فبالتالي إيش اللي يصير؟ تزيد الدهون بكامل الجسم، ولكن المنطقة المشفوطة تكون بنسبة أقل. وهذا غالبا النقطة اللي ينتبهون لها البعض، أو خلنا نقول هذا الكلام أو الشائع بين الناس، أنه بعد زيادة الوزن إيه نعم صح المناطق الأخرى تظهر فيها الدهون بشكل أكبر. نرجع سؤالك اللي هو عن الاستمرارية. لو أخذنا على سبيل المثال الصدر والبطن، نعم. البطن إذا ما حافظت المراجعة على وزنها زي ما ذكرنا تستمر مدى الحياة النتيجة، حتى لو حملت دكتور ما تحمل لا هناك الجن. عوامل صحيح، هناك عوامل. إذا حافظت على وزنها، رياضة، ابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن التعرض للشمس بشكل كبير، ما صار في حمل، هناك عدة أمور، نعم، غالبا تستمر مدى الحياة. صح. الصدر نفس المراجعة، فرضا صلحنا مثل عملية شد بطن وشد صدر، هي نفس المراجعة، نفس الجينات، نفس كل شيء، نعم، وحافظت على كل شيء، البطن يظل، الصدر إلا ما ينزل. وهذا غالبا بتأثير الجاذبية. مناطق أخرى بالجسم غالبا تستمر نتائج العمليات، مثل الوجه، شد الوجه يستمر من 8 إلى 10 سنوات، نعم. شد الجفون 8 إلى 10 سنوات، الحواجب تقريبا أقل من 5 إلى 10 سنوات. معظم الأحيان، هذه القاعدة العامة مرة ثانية، نعم، جميع عمليات الشد الجراحية ما هي عمليات مدى الحياة، ما عدا بعض الأمور اللي ذكرتها قبل شوي. واضح جدا، وإحنا يعني استفدنا منك كثير دكتور عبد المحسن اللزام استشاري الجراحة وجراحة التجميل. شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا اليوم. الله يحفظكم، شكرا لكم جميعا، وأتمنى أن قدمنا مادة علمية مفيدة للمشاهدين الكرام. أهلا، شكرا لك. الله يحفظ مشاهدينا. فاصل قصير ونرجع. بعد الفاصل، انتشار اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين الأطفال، فما هي الأسباب؟